معي هون حمد الهاجري عم يتحضر لكن لو انت لا هو اخر مشترك رح ينطلع اليوم. مساء الخير. مساء النور يا هلا. خبرنا عن تحضيراتك لليوم. والله الحمد لله اليوم ما في عندي اي مشاكل لله الحمد، ومحضر يعني شيء سبيشل وشيء يعني راح يتفاجئون فيه الجمهور. كيف ملاقي التراك صعوبته؟ والله تأهلت انا قبل يومين بعد تصفيات لليوم، وان شاء الله راح اتأهل للثمانية وبعدين للأربعة ان شاء الله. كل التوفيق حمد. حمد هو اخر السيئين يلي رح ينطلقوا بالقسم الاول من هالتصفيات. طبعا كلكم عارفين انه السيئين ال 15 رح يصيروا بالقسم الثاني 8، ومن بعدها رح يكون في عنا 4، ومن بعدها رح نعرف مين رح يكون الفايز.